السلام عليكم. اليوم معايا شخصية جدا مرموقة، محا على طول في السناب اللي بعد ما راح أكثر سنابات، على طول نخش للسناب اللي بعدها. رحيم، معاي فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا يا ابني. أهلا يا ابني عبد الله الأسمري، بك وبمتابعينك وأحبابك، سلامي لك الدكتور. بس حاب انك تدينا لو بعض المقتطفات قبل بدايه رمضان. ارجو التركيز على التسبيح، فسبح بحمد ربك كن من الساجدين. التسبيح يا احبابي، التسبيح معه الخير، معه شرح الصدر، معه الاطمئنان. ولو اخذت هذه للتسبيح ترى ما فيها مشكله، ترى تعد وتشجع. سبح الله سبحانه وتعالى، فسبح الكون كله يسبح، الكون كله يسبح، الملائكه، الرعد، الكائنات، سبح وشارب التسبيح، لان الله يذكركم في الملائكه. على النبي صلى الله عليه وسلم، استعدوا رمضان يا احبابي، رغم انف من ادركه رمضان فلم يغفر له. فرصه العمر، فرصه التوبه، فرصه العوده الى الله يا احبابي يا ابنائي تماما. اهديكم يعني النصيحه، احبكم الله الله في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. رمضان مقبل، قراءه القران، حافظ الصلوات الخمس، اهتموا فرصه العمر. ختاما تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لي ولكم، تقبلوا تحياتي، احبكم في الله، لا تنسون من الدعاء. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الجميع، المكيف كان شغال. سمعنا يا اخوان هذا الكلام. والله والله ركب معي وهو يستغفر، جالس معي واستغفر، نقطع الحديث استغفر طول وقته. هذا ما رأيته انا. شكرا من القلب، شكرا لكم على حسن استماعكم، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. تصبحون على خير.